الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، الحمد لله حمد العابدين الشاكرين. ونستغفرك ربنا ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. أنت ربنا ونحن عبيدك، لا معبود سواك، لا ركوع ولا سجود ولا تذلل ولا ولاء إلا إليك. سبحانك فأنت ملاذ المؤمنين الصادقين، حافظ المسلمين المجاهدين، مخزي المنافقين المفضوحين، والسماسرة الملعونين، والبائعين الخائنين، هازم الكافرين المحتلين المتغطرسين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي اسباعنا نورا، وفي ابصارنا نورا، وبين ايدينا نورا. اللهم يسر لنا امورنا، ووحد صفوفنا، واخفض دماءنا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، القائل لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم، والخذلان قائم في هذه الأيام. ولا ما أصابهم من البلاء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأجناس بيت المقدس. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله يا صاحب المسرى، وعلى ذلك الطاهرين المبجلين، وصحابتك الغر الميامين المحجلين، ومن تبعكم وجاهد جهادكم إلى يوم الدين. فهنيئا لكم يا أهل بيت المقدس وأكياف بيت المقدس، يا أهل فلسطين هنيئا لكم، طوبى لكم، فأنتم الفئة المنصورة بإذن الله عز وجل. فهذه بشارة من حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا آمين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ويقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. ويقول رب العالمين في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم.
تصور أيها المسلمون يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، إن المسلمين جميع المسلمين عبر التاريخ المجيد يستبشرون خيرا بشهر رجب، والذي يعرف بشهر رجب الحرام لأنه من ضمن الأشهر الحرم الأربعة، كما يعرف بشهر رجب الفرد. لماذا؟ لأن الأشهر الحرم الثلاثة قد جاءت متتابعة، وهي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم. أما شهر رجب فقد ورد منفردا عنها. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال: لماذا يستبشر المسلمون خيراً بشهر رجب؟ ولماذا يتفاعلون به؟ والجواب: لقد وقعت عدة حوادث وإنجازات وانتصارات، وكلها مرتبطة بمدينة القدس. نعم، مرتبطة بمدينة القدس، وأشير إلى أبرز ثلاث منها فقط. الأولى: معجزة الإسراء والمعراج التي وقعت في 27 من شهر رجب، وتم الاحتفال بها أمس، حيث يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد قرن الله رب العالمين من سبع سماوات بإسلامية أرض فلسطين من البحر إلى البحر، أي من البحر الأبيض المتوسط غرباً حتى نهر الأردن شرقاً، وتعد معجزة الإسراء والمعراج فتحاً روحياً إيمانياً لفلسطين، وأن المباركة قد شملت فلسطين كما شملت بلاد الشام وجميع البلاد التي أسلم أهلها في العالم كله. أيها المصلون، يا أبناء فلسطين المباركة المقدسة، إن معجزة الإسراء والمعراج قد ربطت مدينة القدس بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، وأن الله قد رفع من منزلة القدس أيضاً حيث هي بوابة الأرض إلى السماء بالعروج، وبوابة السماء إلى الأرض بنزول الأنبياء والمرسلين، وإمامة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم بهم وعليه. فإن قرار الله رب العالمين غير خاضع للمساومة ولا للتفاوض عليه ولا للتنازل عنه، وأن أرض فلسطين وأن أرض فلسطين أمانة في أعناق المسلمين جميعهم، فهي أمانة الأجيال تلو الأجيال، وأن الله عز وجل سيحاسب كل من فرط ويفرط بضربة تراب منها. أيها المصلون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، الإنجاز الثاني من مشاعر شهر رجب فتح بيت المقدس على يد الخليفة العادل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث تم فتح مدينة القدس فتحا سياسيا سلميا
وأن أمير المؤمنين عمر قد دخلها مشيا على الأقدام، وأصدر وثيقته المشهورة بالعهدة العمرية، وأن التمسك بهذه العهدة هو حفاظ على أرض فلسطين، وأن الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه هو أول من رفع الأذان في جنبات المسجد الأقصى المبارك، وأن نداء الله أكبر الذي رفعه بلال سيبقى مجلجلا بإذن الله ورعايته في سماء القدس بل في سماء فلسطين من على معاد الأقصى ومآب مساجد فلسطين من البحر إلى النهر، وأن ما يعرف بمشروع قانون منع الأذان هو قانون باطل وهو مرفوض وغير شرعي وغير قانوني. أيها المسلمون، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، البشارة الثالثة من بشارات شهر رجب تحرير بيت المقدس من المغتصبين المستعمرين الفرنجة الصليبيين على يد البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، وذلك بعد أن قام بتوحيد المسلمين الذين كانوا متفرقين متنازعين فيما بينهم كما هو حال المسلمين في هذه الأيام، إلا أن صلاح الدين قد تمكن من إزالة الكيانات الكاثوليكية والدويلات الهزيلة وقتئذ، وجعلها دولة واحدة قوية، وجعل مدينة القدس هدفا له. أيها المصابون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، لقد كان صلاح الدين حريصا على تربية الجند تربية روحية إيمانية، فكان يحثهم على التهجد ليلا وعلى تلاوة القرآن الكريم. نعم، إن النصر هو من الله حينما ننصر الله، فلا يأتي النصر إلا في الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله، فلا يأتي النصر من المنحرفين فكريا وسلوكيا، لا يأتي النصر ممن يعاقرون الخمر، لا يأتي النصر ممن ينهبون خيرات البلاد ويستعبدون العباد. أيها المصلون، يا أبناء فلسطين المقدسة المباركة، يتوجب علينا أن نستلهم العظة والعبرة من أحداث شهر رجب، فإن فلسطين أمانة في أعناق المسلمين جميعهم، حكاما ومحكومين، فلا تفريط فيها ولا تنازل عنها، وأن الله عز وجل يحاسب كل من يقصر بحمل الأمانة. ونقول العرب المسلمين: لا تتركونا وحدنا، لا تتركونا وحدنا، تداركونا وفي أقصاننا رمق، فلن يعود اقترار العود إن يبس. ونقول لأهلنا في فلسطين: لا تيأسوا، لا تقنطوا، لا تستسلموا أمام المؤامرات وأمام الانحرافات وأمام التجاوزات، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جاء في الحديث النبوي الشريف: عينان لا تمسهما النار،
عين بكت من خشية الله وعين باءت تحرس في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنكم وعنكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. أيها المصلون، أتناول في هذه الخطبة ثلاث رسائل وبإيجاز. الرسالة الأولى أوجهها من على منبر المسجد الأقصى المبارك إلى العلماء العاملين في الأمة الإسلامية في مختلف مؤسساتهم وأقطارهم، لأقول لهم تحية احترام لهم وتقدير ومحبة لإطلاقهم أسبوع القدس العالمي، كما نحيي شعوب الأمة الإسلامية على تفاعلها مع فعاليات هذا الأسبوع الذي يتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك لتبقى مدينة القدس حاضرة في القلوب والعقول والمشاعر والأحاسيس. أيها المصلون، الرسالة الثانية تتعلق بما يسمى بالديانة الإبراهيمية المزعومة، الديانة الإبراهيمية التي سمعنا بها حديثا من قبل اللوم الصهيوني ومن قبل المسيحيين المتصهيين، ونقول وبالله التوفيق، نحن كمسلمين نؤمن بأن سيدنا إبراهيم هو نبي، ولكن لا يوجد دين يعرف بالديانة الإبراهيمية، وما يعرف ببيت إبراهيم. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الشامل الذي جاء للبشرية جمعاء، وأن رسالته هي رحمة للعالمين، وأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الرسالة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين. فقال من حديث مطول: وإنه لا نبي بعدي. وما يقال عن الديانة الإبراهيمية هي عبارة عن بدعة خبيثة ومؤامرة ماكرة يقصد منها المسجد الأقصى المبارك. فعلى المسلمين
أن يكونوا حذرين ومتنبهين لما يحاك ضد الأقصى المبارك. أيها المصلون، الرسالة الثالثة والأخيرة بشأن المسجد الأقصى المبارك كما عودناكم، فإن جميع مرافقه كلها أقصى، ونرفض محاولات المقتحمين المتطرفين الذين يؤدون صلوات تلمودية وبخاصة في المنطقة الشرقية من الأقصى، فهذا اعتداء جديد فوق اعتداء وتجاوز فوق تجاوز، ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات، ونذكر العرب والمسلمين بأن الأقصى أمانة في أعناقهم. اللهم هلم الأرض، اللهم فاشهد، ولا يسعنا إلا أن نقول حماك الله يا أقصى، قولوا آمين. أيها المصلون، الساعة ساعة استجابة أمين بعد، فلعله أن يكون من بيننا نفس طاهر فيستجيب الله منه. اللهم آمنا في أوطاننا، وفرج الكرب عنا، اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء، اللهم اهد من يوحد المسلمين ويحضر حرب صلاح الدين. اللهم يا الله، يا أمل الحائرين ويا نصير المستضعفين، ندعوك بكل اليقين إعلاء شأن المسلمين بالعز والنصر والتمكين. اللهم أعد علينا ذكر الإسراء والمعراج وقد تطهرت البلاد وتحرر العباد. اللهم ارحم شهداءنا وشاهد أرحامنا وأطلق سراح أسرارنا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة ومغفرة بعد الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة إن صلاة العشاء دائما مكرم، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله إنك لا تقنع تقيم في الصلاة.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا love.
السلام